الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 18 من ذي القعدة لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 31 من الشهر السابع لعام 18 و2000. وقد وقفنا على الحديث 16، حديث أبي صرمة رضي الله عنه قال. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ومشايخنا وجميع المسلمين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن أبي صرمة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه الترمذي وابن ماجه. طيب، في قاعدة من القواعد وهي من سنن الله عز وجل أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. من فرج عن مؤمن كربة كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهكذا، كما تفعل بعباد الله يفعل الله بك، إن فعلت بهم خيرا جازاك الله على حسناتك إحسانا، وإن فعلت بهم سوءا فلا تلومن إلى نفسك. ولذلك المسلم إذا امتثل أمر الله عز وجل تستقيم أحواله في الدنيا والآخرة. لو ظلم لا نقول فإن الله يظلمه، وإنما الله ينتقم للمظلوم منه، لأن الله لا يظلم. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لا تقول إيش الله يظلمك مثل ما ظلمتني، أو الله يظلمك مثل ما ظلمت عباد الله. الله ما يظلم، لكن يعاقب الظالمين. وهكذا أخذت هذه القاعدة من عدة نصوص، وهي أن الجزاء من جنس العمل. فمن أوقع الضرر بالناس متعمدا حري أن يوقع الله الضرر فيه، ومن شق على الناس حري أن يشق الله عليه. فجاءت هذه قاعدة عظيمة حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد إيقاع الضرر بالناس في أموالهم، في نفوسهم، في أعراضهم، في سمعتهم. فمن فعل شيئا من ذلك بعباد الله فلا يأمن على نفسه أن ينتقم الله لعباده منه. والعكس بالعكس، لو ستر، لو عاون، لو أحسن، لو تفضل، لو عفى، لو سامح، فإن الله عز وجل يعامله بمثل ما يعامل عباد الله عز وجل، بمثل ما يعامل هذا العبد عباد الله تبارك وتعالى. نعم. يقول الشيخ، يقول الشيخ: هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة، أحدهما أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، وهذا من حكمة الله التي يحمد عليها. فكما أن من عمل بما يحبه الله أحبه الله، ومن عمل بما يبغضه أبغضه الله، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طيب، في الحديث مشهور: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهل يفرج الله عنه من كرب الدنيا؟ الحديث: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه إيش؟ كربة من كرب يوم القيامة. وهل يفرج عنه من كرب الدنيا؟ نقول من باب أولى، صح؟ لأن كرب القيامة عظيمة. إذا كان تفريجك عن المؤمن كربة، ستكون أو سيكون تفريجك سببا لأن يفرج الله عنك الكرب العظمى، فكيف عاد بالكرب الصغرى؟ فالتفريج عن الناس هذا أمر عظيم. طيب، والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. كثير من الناس يروي الحديث كيف؟ بصيغة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فرق بين ما كان وما دام.
لأن لو قيل ما دام فتفيد الاستمرار، فلن يكون الله جل وعلا في حاجة عبده إلا إذا استمر في حاجة أخيه ما دام. والحديث ما كان وليس ما دام، يعني لو أنك كنت في حاجة أخيك ولا مرة واحدة أو مرتين ليس بالضرورة أن تستمر في حاجته فيكون الله معك. فهنا يعني في خلل في رواية الحديث، حتى عامة العلم يجيزون رواية الحديث بالمعنى، لكن من شروط رواية الحديث معنى أن لا يحيل المعنى، يعني ما تستبدل بكلمة أخرى تعطي معنى آخر. واضح؟ يعني القرآن لابد أن يروى بالنص حتى بالضبط، فتح الضم الكسرة. والحديث يجوز روايته بالمعنى، لكن بشرط أن الذي يرويه بالمعنى يأتي بمعناه الصحيح. واضح؟ يأتي بمعناه الصحيح، ما يقلب في كلمات فتعطي معنى آخر. فهنا كثير من الناس يروي الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهو الحديث إيش؟ ما كان. والفرق في فرق، لأن إذا قيل ما دام فلن يكون الله بعون العبد إلا إذا استمر داوم على أن يكون في عون أخيه، وهذا ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك من ضر مسلما ضره الله، ومن مكر به مكر الله به، ومن شق عليه شق الله عليه، إلى آخر ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا الأصل. نعم. الأصل الثاني منع الضرر والمضارة. إذا ما هو الأصل الأول؟ أن الجزاء من جنس العمل. نعم. الأصل الثاني منع الضرر والمضارة، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا يشمل أنواع الضرر كلها. لا ضرر ولا ضرار هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة من قواعد الإسلام الكلية. أي شيء في ضرر على الآخرين أو حتى على نفسك فهذا منهي عنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر، هذا نفي بمعنى لا تأتوا بما هو فيه ضرر، فهو خبر بمعنى الإنشاء، يعني تجنبوا الضرر سواء على أنفسكم أو على غيركم، لا ضرر ولا ضرار. نعم. والضرر يرجع إلى أحد أمرين، إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه، فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنه من جميع الوجوه. هنا أيضا في مناسبة، أصحاب المناهج الفاسدة المنحرفة قد يدعون إلى الإضراب أو إغلاق الطرق أو إحراق الإطارات، هذا في ضرر ولا ما في ضرر؟ في ضرر، ضرر عظيم. حتى لو كان لك حقوق ما يجوز أن تسعى إلى نيل حقوقك بإيقاع الضرر العام أو الخاص، لكن بعض الناس يريد أن يفسد حال المسلمين وبلاد المسلمين، يقول هذه حقوقهم، حقوق إضراب الأطباء. طيب الناس مرضى، إيش ذنب هذا المريض؟ حقوق إضراب المسعفين، إضراب الشرطة، إضراب الطيارين وموظفين المطارات، ناس عندها مواعيد، عندها مواعيد علاج، عندها مواعيد اختبارات، عندها ما يصلح. فالذي يدعو إلى هذا ما يسمى بالعصيان المدني كل هذه خطوات من خطوات الشياطين الإنس والجن حتى يقلبوا البلاد، لهم مصالح شخصية مصالح حزبية. أما من يرحم العباد والبلاد ويتقي الله عز وجل ما يدعو لذلك حتى لو لحقه نقص. وكما هو معلوم أن المنكر لا يزال بمنكر أكبر منه، هذا من القواعد المعتمدة، لا يزال منكر بمنكر أكبر منه. دعوة للإضراب وتوقف العمل يتضرر كثير، كثير من الناس يتضرر جدا، وذلك يشعر به من إيش؟ من جاء عنده معامل ولا عنده سفر ولا عنده علاج ولا عنده ولم توقف كل شيء وإيش ولا الموظفون أضربوا. ثم هذه ستكون وسيلة سيئة لكل من أراد أن ينال يعني حتى ما ليس له بحق، يقول إيش ندعو الإضراب ونرغم الحكومة. فلا ضرر ولا ضرار، لا يجوز الإخلال بالمصلحة العامة وإضرار الناس في أموالهم في دينهم في أخلاقهم في مصالحهم، هذا لا يجوز. ومن ضار ضار الله به. نعم. فيدخل في ذلك التدليس والغش في المعاملات وكتم العيوب فيها والمكر والخداع والنجش وتلقي الركبان وبيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه.
ما شاء الله. شوف كل هذا لأن الحديث قاعدة فعلا يدخل في ذاك التدليس، تدليس وإخفاء العيوب والغش في المعاملات، سواء في شراء، في بيع، في تزوير الشهادات كما هو اليوم، هذا كله حرام. وكتم العيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين كل منه بين إيش فيه من بضاعته أو إيش الثمن اللي عنده بورك لهم في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فلا بد كتم العيوب يكون مثلا في الزواج، بعض الناس عندهم ابنة فيها صرع، فيها مرض، أقدم على تخطب وأن ما فيها شيء، لا ما فيها إلا العافية، تزود المسكين منه ولا فيها أمراض، هذا ما يجوز. قل فيها كذا وكذا، حب تزوجها نصيبها، ما حبوا شوفوا غيرها. أما تكتم ثم تورط الناس بابنتك أو بأختك، هذا لا يجوز. بعض الناس عنده ابن لا يصلي أو مدمن مخدرات، أيضا يذهب ويخطب له، هذا عيب، هذا حرام، ضرر. فالإنسان ما ينظر مصلحة نفسه ويضر الآخرين، حرام. من ضار ضار الله به. قال والمكر والخداع والنجش، النجش يزيد في البضاعة أو يقلل من قيمتها للإضرار، أما بالبائع أو المشتري، كما يفعل في المزاد العلني، يتفق أحدهما مع الآخر، أنت تدخل السوق وارفع بالسعر، ارفع بالسعر حتى توهم الناس أن هذه البضاعة تستحق، والناس ترفع وهو متفق معه ما يريد أن يشتري، أو يخفض من قيمتها، يعني كأنه فاهم وكأنه خبير، ذبحت نفسه 1000، إذا قالوا 1100 قال لا ترد يلا 10 زيدك، حركات عندهم لإيقاع الضرر بالناس، هذا حرام. النجش لا تناجشه، قال النبي صلى الله عليه وسلم. تلقي الركبان قبل أن تصل البضاعة إلى السوق، يذهب ويتلقاهم حتى إيش يخدعهم أو يخدع أو يحتكر السوق. البيع على البيع كذلك، بيع المسلم على البيع، كأن يرى إنسان يريد أن يبيع قل لا، لا تشتري منه وأنا أبيعك بأقل أو بأفضل. كذلك نفس الشراء على الشراء، يقول إيش لا تبيعه وأنا أشتري منك أكثر، أبطل هذا البيع وأنا سأعطيك أكثر، هذا لا يجوز. كذلك لا يخطب على خطبة أخيه، إذا رآه قد تقدم يصبر، إن كان له نصيب أخذه وإلا عرف أنه قد انصرف يأتي ويخطب. كل ذلك فيه إضرار داخل فيها القاعدة العظيمة. نعم. ومثله الإيجارات وجميع المعاملات والخطبة على خطبة أخيه، وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها، فكل هذا من المضارة المنهي عنها. نعم. بعض الناس يأتي بواسطة بشفاعة حتى يأخذ منصب الفلاني، ويعرف هناك من هو أولى منه، أقدم منه وأجود منه، لكن بالواسطة يأتي ويترأس، هذا ما يجوز. الشفاعة الحسنة مر معنا الدرس الماضي، قد دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها أجر، لكن ما تكون هذه الشفاعة على حساب حقوق الآخرين، فما يجوز. يعني بعض الناس تعال انقل فلان مكان فلان، هو لا يصلح. نحن نسمع الآن كل من أتى بزوجته بأخته يريد أن تكون مدرسة في تحفيظ القرآن أو دار القرآن، هي ما تعرف شيء، قالك عشان إيش ما في اختلاط وعشان طيب تأتي تعبث في دين الله. نسمع أخبار بعض مدرسة ومدرسات لا شيء لا شيء، تعال وظفها بواسطة حتى تعلم الدين، ما يصلح هالكلام، حرام. واحد يقول دخل دار القرآن ولا في شاب حتى شكله، لا ما هو شكل استقامة. قالوا له أستاذ حديث جبريل، قال هذا طويل حديث جبريل، متى خلص؟ اقرأ في الكتاب، شوف في الكتاب، مو حافظ حديث جبريل، يعني هذا من الحديث 40 النووية، كيف أنت مدرس حتى حديث جبريل ما تعرفه؟ إن هذا أولويات يعني. وإلا به يتكلم ويعلق، قال إيش؟ أتى رجل شديد بياض الشعر شديد سواد الثياب، يعني عكس، شنو الحديث؟ شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هذا قال شديد بياض الشعر شديد سواد الثياب، قال له حديث شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، قال له في رواية أخرى. ما يجوز فيها أنت تكذب على أنك ما تبي تنحرج، ما يجوز هذا. نعم. وكل معاملة من هذا النوع فإن الله لا يبارك فيها، لأنه من ضار مسلما ضاره الله، ومن ضاره الله ترحل عنه الخير وتوجه إليه الشر، وذلك بما كسبت يداه.
ويدخل في ذلك مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أو فعل، حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره فضلا عن مباشرة الإضرار به. الله أكبر، يا هذه الدرجة. وإن كان ملكك ما تحدث به ما يضر الجار. يعني بعض الناس ممكن يسكن شقة عند جيران فوق وتحت وعاملها ورشة الحبيب، هذا طول الليل طق 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 شقتي وكيفي، لا مو صحيح. أو يوقف سيارات ولا يسويها يعني الداخل الطالع وجمع له شباب وجمع له سهرات، هذا ما يجوز. أو يرفع على أصوات المذياع ونحوي، هذا ما يجوز. فحتى لو كان شيء في ملكك الخاص إذا كان ضرره يعود إلى الآخرين لا يجوز، قاعدة. نعم. ويدخل في ذلك مضارة الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، حتى إنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه، أو يرهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين، أو يقف أو يعتق ما يضر بغريمه، أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه. صح. بعض الناس يعني عليه حقوق، عليه ديون، وتجده يعزم ويهدي ويتصدق ويضيع حقوق الآخرين، أيهما أولى؟ حق الآخرين. بدل لا تصدق أعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، بدل لا تكرم الناس وتذبح الذبائح أعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. الغني يعني الذي عنده وفرة مال ومطلوب ويماطل ما يدفع الذي عليه، هذا ظلم. عندك توفر المال ادفع الناس حقوقه، لا تماطل. والحديث يحتمل معنى آخر وهو: مطل الغني ظلم، يعني ترى أن يعني صاحب الدين غني فتهمل إعطائه، تقول لا ما شاء الله عنده ملايين واقف على الدينار هذه، ويماطل يماطل. يا أخي ملايين الله، الله الذي رزقه ليس من مالك، هذا عليك حق ادفع، لو للشركة لو للحكومة ادفع اللي عليك، لا تماطل. لأن إيش؟ صاحب الحق غني. والمعنى الأول: إذا استغريت وعندك مال لا تماطل والحقوق عليك، ادفع ما عليك. فبعض الناس يعرف أن اللي فلان حق ما نمعطيك، زين روح المحاكم، يريد أن يعذبه هذاك، على ما يروح المحكمة ويحط له محامي ويجيب إثباتات وهو يعذبه يعذبه يعذبه، آخر شيء يقول ما عندي أقصد لك، هو عنده حتى يوقع الضرر في غريمه. هذه مصيبة والله. يعني بعض الناس إذا أتى يأخذ دينا تجده يتودد ويعني يدعو لك بالخير، ارحم والديك انقذني وأنا والله حالتي ويعلم الله يعني بس بمشي حالي، عطني المبلغ الفلاني. إذا أخذ المبلغ استسبع، صار أسدا، يمكن يزجرك لو سألته، يمكن يخرج إلى طريق آخر، يمكن لا عاد جالسك، يمكن شهر فيك، ويوم جيت تأخذ مني قاعد تتودد الآن. حتى يروى، هذه حقيقة، واحد طلب من آخر دينا، هو من نوع اللي معطل، فقال قبل يدي حتى أعطيك. قال ليش قبل؟ راح أقول لك ليش قبل. قال لي ماذا؟ قال لأني إذا أردت أسترجع مالي راح أضطر أقبل رجلك عشان ترجع فلوس. فعلا فعلا في ناس هكذا في البداية يأتيك يريد أن يأخذ، يعني أكاد يبكي، وإذا أخذ المال معد ما يجوز. هكذا تقطع سبيل الخير، تخلي الواحد ماذا، من يأتي واحد يطلب منه قال لا خلاص أنا جربت هالناس، تعطيه بعد ما عاد أشوفه تقف. فأنا آخر فعلا محتاج وفعلا راح يردد ويسد اللي عليه، لكن تصرف هذا قطع باب الخير. حتى يروى في كتب الأدب أن رجلا وجد أن رجل على بعير وجد آخر ساقط في الصحراء أو شك على الموت، نزل أسقال ماء حتى عادت له روحه، حمله على البعير فضرب صاحب البعير وانطلق في البعير. هذا من اللي كاد يموت ضرب صاحب البعير وتركه في المكان اللي هو فيه، يعني في الصحراء. فالرجل رفع رأسه قال اسمع، لا تحدث أحدا بما فعلت بي، لا تقول حق أحد خليت واحد. فقال لما اللص؟ يقول لما؟ قال حتى لا ينقطع سبيل الخير. لو تروح تسأله في السالفة هذه
يقول لا تشيل أحد لو بيموت خلى يومه هذا خلى يموت. مثل واحد شال له واحد وبعدين قلب عليه، لا خلى يموت. يعني هذا لما تعطي واحد، لما تأخذ من واحد ما ترجع، تخلي الناس ما تعطي، تخلي الناس ما يساعد بعضهم بعضا، ما يجوز. كثير من الناس أعرف لك حق عندي، بس ليش كم ساعة تحن عليه، ليش كم ساعة تسعى عليه، ما نمعطيك زين، روح المحكمة، روح شوف بعد سنتين يعني تطلع فلوسك، لا بقصدها لك بعد. ما يجوز هالكلام، هذا حرام، مطل غني ظلم، ومن ضاره ضار الله به. نعم. وكذلك الضرار في الوصايا، كما قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له، أو ينقص الوارث، أو يوصي لغير وارثه بقصد الإضرار بالورثة. نعم، بعض الناس هكذا، لم يرى يعني له وارث إلا ابن عم له، ولا عم، ولا ربما يذهب ويوقف ماله كله، أو يكتب وصية لو تطعم الأموال هذه للكلاب ولا يأخذها فلان، هذا ما يجوز، هذا أمر الله، هو مدرك يمكن يموت قبلك، ما يجوز. الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. نعم. وكذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة، إما أن يعضلها ظلما لتفتدي منه. يعضلها يعني علقها، ما هو راضي يطلقها ولا هو راضي إيش يعاشر معاشرة الأزواج، حتى إيش يجبرها أن تفتدي به، تفتدي إيش منه، يعني تخالع. نعم. أو يراجعها لقصد الإضرار. يراجع لقصد الإضرار، طلقها تدخل في العدة، إذا أوشكت عن نهاية العدة راجعها ثم طلقها مرة أخرى حتى تدخل العدة من جديد، فإذا أوشكت على الخروج من العدة راجعها ثم طلقها حتى تدخل إيش عدة جديدة، يعني بدل ما تكون عدتها 3 قروء بما يعادل عادة 3 أشهر راح تصير عدتها 9 أشهر فقط للإضرار بها، هذا لا يجوز. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. نعم. أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلا يضر بالأخرى ويجعلها كالمعلقة. كالمعلقة، لا هي مطلقة تذهب وتتزوج بغيره أو تأخذ معاش من الشؤون المطلقات، وله يمسكها ويعاشرها معاشرة الأزواج، هذا لا يجوز. نعم. ومن ذلك الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع الآخر. نعم. فكل هذا داخل في المضارة وفاعله مستحق. الأحكام والشهادات والقسمة ليس بالضرورة أن يكون حاكما قاضيا، بعض الناس قد يتحاكم إليه الناس، فلان إيش رأيك، نأخذ برأيك، ولا يحيف على حد لأحد مع الآخر، هذا لا يجوز. أو يشهد شهادة يوقع الضرر في الآخرين، هذا كثير، بعض الناس يقول له فلان شهد معي بالمحكمة أن 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 زوج أختي ما كان يدفع لها نفقة، قال فعلك توكل على هو ما يدري دفع ولا ما دفع، بس فلان طلب مني. أنا أسمع هالكلام، بعضهم اتصل فيني يقول الكلام، خذاني رفيجي وقال تعال اشهد محكمة أن زوج أختي ما يدفع نفقة، قلت وأنت تدري؟ قال ليش دراني عنه، ليش تشهد؟ قال بعد حرجني ورحت فيها، ما يجوز هذا. شهادة الزور، ألا وشهادة الزور، شهادة الزور من كبائر الذنوب. نعم. فكل هذا داخل في المضارة وفاعله مستحق للعقوبة وأن يضار الله به. نعم. وأشد من ذلك الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ليغريهم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من حق هو له، فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة. نعم. فإنه باغ يعني تعدي. نعم. ومن هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح لما في ذلك من الضرر. أن يورد ممرض يعني صاحب إبل مريضة يوردها الماء، وعند الماء واحد صاحب إبل إبله سليمة، حتى إيش يضره بذلك، ما يجوز. نعم. وكذلك نهى الجذم ونحوهم عن مخالطة الناس، وهذا وغيره داخل في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. وكذلك نهي ونهى عندي في الحاشية الجذم على وزن الحمقى، يعني المصاب بمرض الجذام، وهو مرض يتساقط منه الجلد فما يأتي لغيره فيضره بذلك. والله يقول في كتاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ما يجوز الضرر والإيذاء للناس. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم،
ولو على وجه المزح، وما أكثر ما يقع اليوم. إيش يسمونه؟ مقلب، ها؟ يتفنون فيه تفننا، خوفون الناس، اللي عمل نفسه ميت، واللي يقول فلان حظم الله أجرك مات فلان، واللي يقول ترى صار لي حادث أو صار لي فلان حادث، وأشياء كثيرة من باب الضحك يصوره ويضحك عليه. هذه كلها جاءت من الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يروع مسلم مسلما، نهى، والنهي يقتضي التحريم. وبعض الناس مع المزاح هذا يحصل له جلطة أو يتوقف قلبه أو ربما يزيغ عقله أو يهرب فيقع في حادث أو في حفرة أو تصدمه سيارة، هذا كله وقع، هذا كثير جدا ومصور عند هؤلاء يعمل المقالب. هذا ما يجوز، ما في شيء اسمه مقلب، لا يجوز لا يحل. كثير نسمع أشياء عجيبة غريبة من ناس لا يتقون الله عز وجل من المسلمين، بعضهم يعني مزاح يقول لا شو اسمه فلان ترى أخوك عمل حادث على الشارع فلاني وتعال استلم جثته ولا إيش معك المغفر فلاني، إيش مال إيش اللعبة هذا يمزح فيه؟ نعوذ بالله نعوذ بالله. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم ولو على وجه المزاح، ومن هذا السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في أعراضهم والتحريش بينهم، فكله داخل في المضارة والمشاقة الموجب للعقوبة. نعم. وكما من ذلك النميمة نقل الكلام لإفساد بين الناس، وقديما قيل النمام يفسد بيوم ما لا يفسده الساحر بشهر. الواحد يعمل سحر مدة شهر ما راح يفعل ما يفعله إيش النمام بيوم واحد. النميمة يحصل فيها طلاق، يحصل فيها قطيع، يحصل فيها قتل، يحصل فيها تفريق بين الشركاء، بين الأزواج، بين الأخوان، بين الجيران. ينقل كلام بقصد الإفساد بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم نشد الوعيد، قال لا يدخل جنة قتات يعني نمام. نقل الكلام إفساد بين الناس من كبائر الذنوب، نعوذ بالله. نعم. وكما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه، فإن مفهومه يدل على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشاق جزاء وفاقا، سواء كان متعلقا بنفسه أو بغيره. نعم صحيح. يفهم من هذا أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلمين فالله عز وجل يزيل عنه، وكما جاء في الحال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا الآخرة ونحو ذلك. نعم. الحديث 17 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي. الله أكبر. قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جوامع، جوامع الكلم، تكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. كم جملة في هذا الحديث؟ ها، ثلاث جمل. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. لو أخذ أحد بهذا الحديث لجمع خير الدنيا والآخرة. أولا قال اتق الله حيثما كنت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وتقوى الله وصية الله عز وجل لعباده من الأول والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالتقوى، يا أيها النبي اتق الله. بل قال أهل العلم كل الأنبياء كل الرسل جاءوا إلى قومهم وأمروهم بالتقوى، لأن الرسل اتفقوا على أربع مسائل كل رسول دعا إليها، ذكرناها مرارا. من يذكرنا فيها؟ الآن ذكرنا واحدة، هي تقوى الله، ها، عبادة الله وحده لا شريك له. ما من رسول إلا قال لقوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الرسل، واضح. الأمر الثاني، الأمر الرابع، طاعة الرسول. ما في من رسول إلا قال لقومه أطيعوني، لأنه هو إيش؟ حلقة الوصل، هو المبلغ عن الله عز وجل. اعبدوا الله، طيب كيف نعبد الله؟ بكذا وكذا وكذا. من يأتي بها العبادات؟ من يأتي بها الأوامر النواهي؟ الرسول. فما من رسول إلا قال اطيعوني اتبعوني، اعبدوا الله واتبعوني، اعبدوا الله واطيعوني، كل الرسل. الأمر الثالث تقوى الله، ما من رسول إلا قال لقومه إيش؟ اتقوا الله. الأمر الرابع يا أبا غزاي،
الاستغفار. ما من رسول إلا وقد دعا قومه وقال إيش؟ استغفر الله. واضح؟ لذلك جل وعلا الله جل وعلا أرسل نوحا عليه السلام أول الرسل، ماذا قال؟ لا قبلها أول شيء، طيب أول السورة إن أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم، ها قال يا قومي إني لكم نذير مبين، إني لكم نذير مبين، ها أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. ثم ماذا قال في السياق؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، كل الرسل. طيب ما معنى التقوى؟ أن تجعل بينك وبين الله، بينك وبين سخط الله وعذاب الله وقاية، بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الوصية الأولى يقول اتق الله، ثم قال حيثما كنت، يعني في أي مكان وفي أي زمان، في سفر، في حضر، في علانية، في سر، في غضب، في رضا، مع زوجك، مع أهلك، مع جارك، مع عدوك، مع صديقك، في تجارتك، في بيعك، حيثما كنت كن لله تقيا. يعني من عمل بهذه الوصية، ها وصية عظيمة، اتق الله حيثما كنت، اختصار دعوة إلى فعل كل خير وترك كل شر. فلو اجتهد الإنسان واتق الله ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، لابد أن يزل، لابد أن يخطئ، لابد أن يذنب، كل ابن آدم خطاء، يغفل الإنسان، يضعف. جاءت الوصية الثانية قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. شوف كلام مرتب، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعظم حسنة تمحو السيئات التوبة، التوبة بالاتفاق بالإجماع تجب ما قبلها، ولو الشرك الأكبر ولو الكفر، من تاب تاب الله عليه. طيب قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء، هذا في حق من؟ من مات على الشرك، ولا واحد مشرك هندوسي ولا مجوسي ولا مرتد وتاب إلى الله، يتوب الله عليه ولا لا؟ يتوب الله عليه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالتوبة تجب ما قبلها، هذا أكبر أكبر ما يذهب السيئات التوبة، ومن ذلك الحسنات الماحة للسيئات وهي كثيرة جدا، حتى أنها ميسرة ومنوعة تناسب جميع الناس. يعني ليس بالضرورة أن تكون قويا أو تكون فصيحا أو تكون شجاعا أو ذو مال أو وجيها، لا لا لا، مهما كانت لغتك، مهما كانت صحتك، مهما كان جنسك، مهما كان لونك، مهما كان مستواك التعليمي، كل أعمال الصالحة أو كل من الناس هناك أعمال صالحة يستطيع أن يقوم بها. فقير تقدر تذكر الله جل وعلا، غني تقدر تتصدق، قوي تقدر جاهد في سبيل الله، تقدر تأمر معروف عن المنكر، بليغ تقدر تنصح تخطب، ما عندك شيء ما عندك شيء قال كف شرك عن الناس فإن لك ذلك صدقة. ما في أحد ما يستطيع يعبد الله. لو كنت في سجن، لو كنت مظلوما، لو كنت ضعيفا، لو كنت مريضا، ما دام العقل ثابتا تستطيع أن تعبد الله عز وجل، لا وبعبادات كثيرة. الاستغفار من أوسع أبواب الخير، يحتاج وضوء، يحتاج استقبال قبلة، يحتاج أموال، يحتاج سفر، يحتاج إلى شجاعة، يحتاج إلى وجاهة، يحتاج إلى جسم، إلى عضلات، ومع ذلك يقصر في كثير من الناس، وهو من أوسع أبواب الخير بعد التوحيد. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الله، الصدق بما تجد به نفسك ولو شق تمرة ونص تمرة، التفكر والنظر في مخلوقات الله ما صالحة، قراءة القرآن، قراءة قصار السور، قل هو الله أحد سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، والمعوذتان ما أنزل الله مثلهما في التوراة والإنجيل، والفاتحة أعظم ما أنزل الله عز وجل، تعليم الناس تذكيرهم،
يعني علم الناس سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، هما كلمتان خفيفتان اللسان ثقلتان في الميزان حبيبتان الرحمة، ما تعجز تقولها وتعلمها غيرك، كم لك من الأجر؟ لو قلت سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت لك خطاياك، ما تأخذ صدقة 100 مرة، لكن نحن نقصر في حقوق أنفسنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، يعني استقم على أمر الله بامتثال المأمور واجتناب المحظور واجتهد في ذلك، لكن وقعت زلت قدمك، زاغ بصرك، تكلمت بالخطأ، غفلت، تأخرت، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، كانت من الكبائر فبالتوبة النصوح، إن كانت من الصغائر فبالحسنات الماحية للسيئات، وهي أعمال كثيرة واسعة جدا، أكثر من خطى المساجد، انتظر الصلاة بعد الصلاة، اقرأ من القرآن، اذكر الله، بر والديك، صل الأرحام، أحسن للناس، أحسن إلى عباد الله، أعمال كثيرة. طيب هذا في حق الله، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إيش بقي في حق الناس؟ قال وخالق الناس بخلق حسن، الناس والديك، زوجك، أخوانك، خواتك، جيرانك، أصدقائك، زملائك، وأحسن ما يقال في معاملة الناس جامع ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا أحسن شيء، هذا رتبة عظيمة، أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، أن تحب لهم كما تحب لنفسك، أن تبغض لهم كما تبغض لنفسك، أن تكره لهم ما تكره لنفسك، أن تدلهم على الخير كما تحب أن يدلوك على الخير، أن يحذروك من الشر كما تحب أن يحذروك من الشر، وهكذا. خالق الناس بخلق حسن، الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق، شيء عظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل ما في الميزان، أي ميزان؟ أي ميزان؟ ميزان الحسنات. قال تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق ليس بالأمر الهين، أن تكون على خلق ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى ممارسة، إلى صبر، إلى تمرين، إلى معاهدة، يأخذ الإنسان يقول أبا أصير كريم ليس بالسهولة، أبا أصير حليم ليس بالسهولة، أبا أعفو عن من ظلمني ليس بالسهولة، أريد أن أتبسم بوجه الناس، أريد أن أكون بشوشا، أريد أن أكون هينا لينا، أكون سمحا، ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى، خاصة إذا كان الإنسان يعاني من شدة الغضب أو من شدة البخل أو من شدة العجلة، هذا يحتاج لتربية لنفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم من مجلسا أحاسنكم، أقربكم من مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وذلك قال بعض العلم لم يمتدح الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما امتدحه لما قال له وإنك لعلى خلق عظيم، فإن قال قال أليس التوحيد أعظم الخلق؟ ومن قال لك أن التوحيد ليس من حسن الخلق؟ أن تعبد الذي خلقك ليس من حسن الخلق، ولا أن تعبد مخلوقا مثلك، ربنا جل وعلا يخلقك ويرزقك وتعبد مخلوق آخر، هذا سوء خلق، هذا أكبر سوء خلق، وأعظم حسن خلق أن تعبد الذي خلقك، أن تشكره، أن تخضع له، أن تسجد وتركع له وحده لا شريك له، أن تتوكل عليه وتستعين به، أن تدعوه ولا تدعو غيره، أن تصرف له العبادة ولا تصرف ولا تشاركه ولا تشارك غيره بالعبادة، فإن الظلمة إن الظلمة إيش؟ لظلم، إن الشركة إن الشركة لظلم عظيم، أن تعطي الحق لغير صاحبه، العبادة حق الله عز وجل. فحسن الخلق شأنه عظيم، فجاء الحديث سبحان الله بهذا بهذه الجمل الثلاث، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، خالق الناس بخلق حسن. معقول ما تحفظوا هذا الحديث ولا تستدلون به؟ خليك حافظه، مرتب معلوماتك فيه، سبحان الله تدخل مسجد ما في خطيب، ها تقدر تخطب بهذا، كاك عطنا كلمة عندك الحديث هذا، عطنا موضوع عندك الحديث هذا، جميل جدا تستطيع تتكلم فيه 4-5 ساعات، ما نبي 4-5 ساعات، ها ما في خطيب، جهز نفسك، واحد هكذا يقول عندي خطبة حاطة مخباتي ما أروح الجمعة إلا معي، ليش؟ قال مرة دخلت مسجد ولا ما في خطيب، يا جماعة خطيب خطيب يا جماعة خطيب، توهقنا كلنا، قلت تدش لهم اليوم رايح حطها بجيبه، فعلا يوم من الأيام قلت دخلت ولا ما في خطيب ولا الورقة موجودة، وأقوم أخطب. ها حلوة هذه يا أبو براك، تحطها تقلات تلخص شرح الحديث هذا، حطها مخباتك، واضح؟ طيب خلنا نلطف شوي الجو، الجو لطيف ولله الحمد، واحد من الشباب
ما وجد خطيب. كاش وين الأوقاف وين كذا تدري شلون؟ صعد المنبر قال أبو نجم الشايب المؤذن أبو نجم عامي الله يحسن الخاتمة مريض بعد أبو نجم قوم 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 أذن الفوضى هذه ركب المنبر السلام عليكم يوم الشباب قالوا عليكم السلام يوم أذن مؤذن ولا اخترع مسألة بغوية يعني ارتبك قال والله فوضى أبو نجم أقم الصلاة شو نسوي ما أقدر أتكلم ولا كلمة مسكين فأنت إيش تسوي ببراك حط الخطبة مخباتك احتياطا أنا حصل معي عدة مرات ما في خطيب وقمت وخطبت تصير ترى هذه ها خطيب نايم ولا كذا ولا أخذ إجازة ما أرسلوا غيره ولا أرسلوا واحد ضيع المسجد مرسلين واحد بديل مضيع المسجد أنت طلبة علم حط خطبة مخباتك والحديث هذا جيد أخطب فيه عند الحاجة ماشي طيب الله يحفظنا ياكم كمل قال الشيخ قال الشيخ هذا حديث عظيم جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد فحق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات وهذه الوصية هي وصية الله للأولين والآخرين ووصية كل رسول لقومه أن يقول اعبدوا الله واتقوه وقد ذكر الله خصال التقوى في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وفي قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ثم ذكر خصال التقوى فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فوصف المتقين بالإيمان بأصوله وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة وبأداء العبادات البدنية والعبادات المالية والصبر في البأساء والضراء وحين البأس وبالعفو عن الناس واحتمال أذاهم والإحسان إليهم وبمبادرتهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالاستغفار والتوبة فأمر صلى الله عليه وسلم ووصى بملازمة التقوى حيثما كان العبد في كل وقت وكل مكان وكل حالة من أحواله لأنه مضطر إلى التقوى غاية الاضطرار لا يستغني عنها في كل حالة من أحواله ثم لما كان العبد لابد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها أمر صلى الله عليه وسلم بما يدفع ذلك ويمحوه وهو أن يتبع السيئة الحسنة والحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار التوبة النصوح التي تجمع شروطا الإخلاص لله تتوب إلى الله مو لأنك أفلست أو صحتك ما تساعدك أو خوفا من أن ترد في الزواج أو خوفا من يعني تفنيشك بالعمل لا 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 توب إلى الله طاعة لله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فالتوبة يجب أن تكون لوجه الله تعالى كسائر الأعمال من شروطها الإخلاص ومن شروطها الندم أن يندم الإنسان التائب على ما فعل لأن بعض الناس يظلم يضرب يسفك يفعل فاحشة وتذكر تلك الأيام الله يرحم أيام زمان والله كنا مبسوطين كنا فعلنا وفعلنا شلون هذا مو تائب هذا التوبة حرارة يجد التائب في قلبه يود أنه لو لم يفعل ذلك يعني بعض الناس ممكن ذكريات أيام شقاوته أيام المدرسة وضربت المدرس وأغضبته وفعلت هذا المدرس مرفوع عنك القلم يعني مدرس يعني عادي طفشة وطلع روحه وتعيب عليه وضحك الطلاب عليه لا وتذكر مع القصص على سبيل ما يجوز هذا بل بعض الناس يظن هذه شجاعة ضربنا فلان فعلنا فلان ضربت فلان يعني هذا وراء قصاص يوم القيامة وبعض الناس ربما
يفتخر بآبائه وأجداده أنهم قتلوا وسفكوا، ادعو لهم بالمغفرة. ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. جهل هذا أن إنسان يفتخر بالمعاصي والذنوب يظنها على سبيل إيش؟ الافتخار والتاريخ الناصع ما شاء الله، أنه سفك ولا قتل ولا استهزأ ولا ضحك الناس على مدرس ولا ضرب واحد. لا، هذا ما هو تائب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فلابد من الإخلاص والندم، ثم لابد من الإقلاع عن الذنب المستمر، عن الذنب المصر عليه أليس بتائب. فقال جل وعلا: ولم يصروا على ما فعلوا. كما يقال: ليس العيب أن تخطئ، بل حتى أن تعصي، بل حتى أن تعصي، ولكن العيب الإصرار والاستمرار. لأن الله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم الغيظ والعافي عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. متقون فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم، نعم ممكن، ولكن إيش الفرق بينه وبين غيرهم؟ قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. أما واحد مصر على ما يفعل، هل ليس بتائب؟ يعني بعض الناس عنده معاصي، عنده فجور، عنده خمور توقف عنها في رمضان، وهو مخزن الخمور عنده، لما بعد العيد إن شاء الله نرجع لها، هذا مو تائب ولا لا؟ ليس بتائب. إذا ناوي أنك بعد العيد ترجع، ليس بتائب. فلا بد من إيش؟ الإقلاع على الذنب، ويعزم أن لا يرجع إليه. فرق بين يعزم أن لا يرجع وبين أن لا يرجع، فرق كبير. لو قيل أن لا يرجع معنى توبته ما زالت معلقة لا حتى يموت، إذا فعلا ما رجع صحت توبته، لا، لكن هو يعزم أنه خلاص ما راح أعود. طيب وإذا عاد لزمه ماذا؟ توبة جديدة، ويعزم على أن لا يعود. وإن كانت ذنوبه متعلقة بحقوق العباد يعيد الحقوق لأصحابها ما استطاع. بقي أمر أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، فلا تقبل توبته إذا غرغرت الروح وبلغت الحلقوم، ولا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها. لا بد أن تكون توبة في وقت تقبل فيه التوبة، إذا فات وقت التوبة ما تقبل. واضح؟ طيب، هذه التوبة النصوح، يعني إذا جمعت هذه الشروط يقال عنها توبة نصوح. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. منها إيش؟ الاستغفار، تكلمنا قبل قليل. الإنابة، إيش الفرق بين التوبة والإنابة؟ ما الفرق بين التائب والمنيب؟ أيهما أعلى درجة، التائب ولا المنيب؟ المنيب. الإنابة أعلى من التوبة. التوبة كما ذكرنا بشروطها، الإنابة أن يرجع إلى الله عز وجل ويزداد من الأعمال الصالحة، يكون خير مما كان قبل أن يتوب. واضح؟ يعني واحد كان متساهلا في الصلاة فتاب إلى الله عز وجل، فتوبة الله أن يحافظ على الصلاة، لكن إنابته إلى الله أن يحافظ على الصلاة ويأتي بالسنة الرواتب وغير الرواتب، هذا على ماذا؟ على إنابته، أنه أحسن أكثر مما يجب عليه، فهذا منيب. ويطلق الإنابة على التوبة والتوبة على الإنابة، لكن إذا جمعت التوبة والإنابة فتكون الإنابة درجة أعلى من التوبة. قال: والإنابة لله بذكري وحبي وخوفي ورجائي. نعم كمل. والطمع فيه وفي فضله كل وقت، ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها الشارع. نعم. ومن الحسنات التي تدفع السيئات العفو عن الناس والإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم، وتفريج الكروبات والتيسير على المعسرين، وإزالة الضرر والمشقة عن جميع العالمين. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: ومن الحسنات التي تدفع السيئات العفو عن الناس والإحسان إلى الخلق. هل تقدم الحديث الذي قبله أنه من الجزاء من جنس العمل؟ الذي يعصي الله عز وجل ويجمع من السيئات ما يجمع ثم يعفو عن الناس، يعفو الله عنه، يحسن الناس يحسن الله عليه، لو أحسن إلى البهائم يحسن الله عليه. الإحسان أمر عظيم، ويكون الإحسان مع الناس، مع البهائم، مع الأشجار، مع البيئة. يعني لابد المسلم أن
يحاسب نفسه. حتى البيئة ما يفسد شيئا لا حد إلى أفساده. أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل أو أن يبول يعني أو قال لا يبول أحدكم إيش في الماء الراكد الذي لا يجري ثم اغتسل فيه، وفي حديث يغتسل منه لحتى لا يفسد على نفسه ولا حتى على غيره. ما لك حاجة، لماذا تبول في الماء الراكد؟ قد يأتي واحد بعدك يستفيد منه. لا تفسد. اليوم بعض الناس معجب بترتيب الغرب والشرق، قال نظافة ترتيب نظام. طيب لماذا لا تبدأ بنفسك أنت؟ لماذا تلقي فضلاتك من السيارة في الشارع؟ لماذا؟ والله تعجب اللي لحد الآن ما تثقف ولا تعلم. كثير من الناس عند موقف السيارات وهو نازل نظف سيارته على موقف السيارة، ما بقى يعني علب فارغة ولا سندويشات ولا ليش ارمي في سيارتك ولا ترمي برا. ثم يرجع من برا ومعجب بأخلاقياتهم، معجب لماذا؟ تذهب إلى الحج بعد الوقوف بعرفة تشوف الأرض شيء عجيب من الأوساخ والفضلات، لماذا؟ لماذا هذا الفعل؟ حتى لو شيء عام شيء ما هو بلك، ما تدخل دورات مياه عامة لا تشوف كل شيء مكسر، ليش مكسر؟ لماذا يفعل هذا المسلم؟ لا تتجاوز لا في سرعة ولا تقف خطأ ولا توسخ الشوارع، يا أخي انتظم، كن قدوة حسنة. شوف ملابسه، شوف ما شاء الله آخر كشخة، لكن شوف وسخ على طول يرمي برا، ليش؟ علم أولادك ما يفتح الشباك بيرمي كيس فضلاته، غلط هذا. المهم أن المسلم يحسن إلى نفسه وإلى غيره، حتى الجماد، حتى الشجر، حتى النبات. لا تسعى في الأرض فسادا، وإنما أحسن كما أحسن الله عليك، حتى للبهائم أحسن كما أحسن الله عليك، هذه من الحسنات. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. سيأتي الحديث هذا من ضمن حديث هذا الكتاب. نعم. وكم في النصوص من ترتيب المغفرة على كثير من الطاعات، ومما يكفر الله به الخطايا المصائب، فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. الله أكبر. وهي إما فوات محبوب أو حصول مكروه، بدني أو قلبي أو مالي داخلي أو خارجي، لكن المصائب بغير فعل العبد، فلهذا أمره بما هو من فعله، وهو أن يتبع السيئة الحسنة. طيب، المصائب يكفر الله بالخطايا، لكن ما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام هنا، لأن الإنسان أصلا ما يجوز يذهب للمصائب، المصائب هي تنزل عليه ويصاب بها، فيكفر الله بها عن سيئاته. حتى روي عن بعض السلف أنه قال لولا المصائب لقبلنا على الله مفلسين، يقول ما عندنا ذيك الأعمال لي، لكن المصائب اللي رب العالمين من رحمته يصيب العبد حتى يطهره من الذنوب. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة، سبحان الله، أريد بخير عجل له، قال نعم، حتى يطهره من الذنوب، وإذا أراد به سوءا أجل عذابه ليوم القيامة. قال جل وعلا ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لأن يصاب الإنسان بمصيبة وتكون سبب لرجوعه إلى الله خير منه إيش يعني لا يصاب بالمصائب ويملي الله له حتى إذا أخذه لم يفلت. رحمة الله عز وجل أنه يبتلي عبده حتى يصبر فيزيه جزاء عظيما، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من هم ولا حزن، قال حتى الشوكة من نصب ولا وصب، نصب تعب، وصب مرض، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن سيئات. وقال أبشر، يقول امرأة أبشر فإن مرض المؤمن يسقط خطاياه كما تسقط الشجرة ورقها. وقال لا يزال بلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يسير على الأرض وليس عليه خطايا. ومن جميل ما قيل في المصائب أنه أجر لا يدخله الرياء، يعني الصلاة ممكن إنسان يتعرض للرياء، قراءة القرآن ممكن يتعرض للرياء، الموعظة، الخطبة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر ممكن يتعرض للرياء، يمكن تعجبه نفسه،
فيذهب أجره. لكن المصيبة تصيب الإنسان المصيبة هذا أجر خالص ما يدخله الرياء، أجر عظيم، لكن يصبر الإنسان يصبر. نعم. هنا أيضا ثم لحظة شوي، مما يترتب على المصيبة أنه يصبر وأنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول اللهم اخلفني، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها، ومنها حتى لا يتمادى في المعصية، يعرف أن هذه الدنيا ما تستحق هذا الحرص كله، فيرجع إلى الله عز وجل، يرجع إلى الله عز وجل. نعم. ثم لما ذكر حق الله وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة والظاهرة، قال وخالق الناس بخلق حسن. وأول الخلق الحسن أن تكف عنهم أذاك من كل وجه وتعفو عن مساويهم وأذيتهم لك، ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي. وأخص ما يكون بالخلق الحسن سعة الحلم على الناس والصبر عليهم وعدم الضجر منهم وبشاشة الوجه ولطف الكلام والقول الجميل المؤنس للجليس المدخل عليه السرور المزيل لوحشته ومشقة حشمته. وقد يحسن المزاح أحيانا إذا كان فيه مصلحة، لكن لا ينبغي الإكثار منه، وإنما المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم. ومن الخلق الحسن أن تعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل. فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق حسب. أيضا يا إخوان من حسن الخلق المحافظة على المروءة، المحافظة على المروءة، والمروءة شيء له ميزانه في الشرع، يعني لا يأتي بما يخدش مروءته من قلة الحياة أو عدم المبالاة أو عدم مراعاة الآخرين، هذا شيء سيء جدا، أن إنسان لا وفاء عنده، يفضح الناس، يسيء المعاملة إليهم، يرفع صوته، يلبس لباس قبيح، يدعو الناس إلى غيبته والنظر إليه بازدراء. ليه؟ لماذا تفعل ذلك؟ السمت الحسن والمروءة هذا أمر مطلوب. قيل لرجل ما بينك وبين امرأتك؟ شيك إن قال زوجتي تتكلم عليها، صح بيننا مشاكل، يعني أشرح لك مشاكل زوجتي، أرضيها، كيف الزوجة تتكلم عليها؟ أسكته. بعد فترة طلق، قال ها الآن طلقت، إيش فيها؟ قال بنت الناس، كيف تتكلم عليها؟ هذه بنت الناس، يعني كنت تتزوج واحد ثاني، كيف تتكلم عليها؟ فأسكته مرة أخرى، هذا مروءة سمع. ما يأتي إنسان حدث خلاف بينه وبين زوجته ولا طليقته يعني عريهم العائلة كلها من إلى، فعلت وفعلت أبوها وأمها وخواته وطلع التاريخ كله برنت كامل، ما يجوز. هل هذا من المروءة؟ ليس من المروءة. ومن المروءة أنك حتى إذا ظلمت لا تتجاوز. بعض الناس يقول أعطيت الصاع صاعين، هذا ربا، ما يجوز تعطي الصاع صاعين، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثله، هذا أردت أن تجازي سيئة بالسيئة، لأن العفو أكمل، ما يجوز أن تتجاوز، ليس من المروءة. بل ذكر بعض العلم أن الرجل إذا أراد، يعني إذا أراد أن تخالعه امرأته تفتدي نفسها، تفتدي منه، قال أن لا يطلب أكثر مما دفع فإنه ليس من المروءة. دفع 5000 ما تريد، قال ما تبي مخالعة 20000، صارت تجارة هذه، مع أنه هذا جائز، لكن قال ليس من المروءة، خلاص أعطيتك 5000 خذ 5000 ما تبيك، ليس من المروءة. فمداراة المروءة هذا أمر مهم جدا، دائما حافظ على مروءتك، على شخصيتك، حتى في لباسك، حتى في كلامك. يعني بعض الناس ممكن يركب الطائرة، الطائرة فيها كم عدد حسب حجمها، يأخذ يتكلم ويسولف ويرفع صوته كأنه ما عنده حد، هذا غلط. أو في مطار أو في مكان عام صوت عالي، بل بعضهم في المساجد، غلط، تكلم عن أمور غداك وين رحت وين جيت بصوت عالي، سمع الناس كلها، ليش؟ ليس من المروءة.
وليس المرء إنسان يكشف عورته أو يتكلم بالأمور الخاصة أو بأمر يعني الزوجة وخواص حياته، ما يجوز هذا. فمن الخلق الحسن المروءة. حتى راوي الحديث متى يكون عدلا؟ قال إذا سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. يعني حتى اللي يفعله مو حرام، لكن ليس من المروءة أن يفعل، ليس ما اعتاد الناس أن المرأة تفعل هذا الفعل أو الرجل يفعل هذا الفعل أو يلبس هذا اللباس. انتبهتم؟ يعني لو أنا واحد في هالبلاد لبس أفارقة ملون هذا اللي كذا، مو حرام، ساتر عورتي ايش عندي؟ لا أخي صح مو حرام بس ما يليق، ليس هذا موضوعه. بعض الناس يدخل والله شفتهم بعيني رايح وزارة ولا منطقة تعليمية وكذا لابس للركبة ولا فوق الركبة، يا أخي وين رايح أنت؟ ما داخل نادي ولا رايح البحر؟ في موظفات، في ناس محترمة، في ناس عيب، يمكن لو تكلم يعمل لك مشكلة، هذا ما في مروءة. فمن الخلق الحسن ماذا يا إخوان؟ المروءة. هذا ليس الكلام لكم في حسب، إن شاء الله أنتم أصحاب مروءات، لكن بلغوا الآخرين يا إخوان. ترى المجتمع ما يصلح إلا إيش؟ بالدعوة، الأمر المعروف نهي عن المنكر، نشر الخير. طيب كمل، يقول فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق العباد، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. ما شاء الله. طيب نكتب على القدر، والله تعالى أعلم. تفضل. ها؟ يعني حصل مكروه في قلبك، حزن، ضيق صدر، أو خارج جرح ولا كسر ولا حصل شيء من هالبلاء مكروه لك، تصبر. يلا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.